ايه مشينا موت ما دابا كاين. دونك في اطار تنظيم السوق دونك اقرت يعني الحكومه الجزائريه ممثله يعني في وزاره التجاره ووزاره الفلاحه والماليه يعني الى ضخ السوق بكميه جد معتبره يعني من ماده يعني اللحوم البيضاء وضخها بالسوق الوطنيه باسعار جد تنافسيه ومعقوله مقارنه مع الاسعار المتداوله يعني في 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 السابق على مستوى كل يعني مراحل البيع. اليوم كما لاحظتوا اليوم بدات يعني عمليه اليوم رانا الخميس 8 اوت 2024، راني مع رفقه زميلي تاع مدير المصالح الفلاحيه بالولايه. ولايه بجايا استفادت يعني من كميه جد يعني يعني 100 اكثر من 108 طن من اللحوم يعني المجمده الدجاج يعني المستورده من البرازيل، هذا باسعار يعني جد يعني تنافسيه، حيث ان سعر البيع لتجار التجزئه 260 دينار جزائري للكيلوغرام، على ان تتجاوز عمليه البيع من التجزئه للمستهلك مباشره يعني 295 دينار جزائري للكيلوغرام. كنا يعني وجهنا يعني النداء تاعنا لكافه يعني المتعاملين يعني الاقتصاديين ناشطين في مجال التجزئه ولحوم يعني القصابه من اجل التقرب يعني من وحدة يعني مؤسسة يعني مؤسسة لاكازيل يعني من أجل اقتناء يعني احتياجاتهم من اللحوم البيضاء وبيعها على مستوى يعني المحلات التجارية والفضاءات التجارية تاعهم الخاصة بهم. إذا هذا الإجراء يعني اللي قامت به يعني السلطات العليا يعني يندرج ضمن تنظيم السوق، إدخال يعني توازن تاع السوق والوفرة. ولذا نقول باللي انه هذه المنتوجات يعني اللي جات على الدجاج جاءت يعني من اجل يعني اقتنائها من قبل المستهلك مباشره بسعر يعني 295 دينار جزائري للكيلوغرام. العسلامة يا نون، لبوشري حمد وسلا على البحر. البولي باش يمكن يخمنا كاية يفلاح، انا قرك مخسر بصح غلاي وتغا 60 55 زمان غير الغاشية يا هذا هو داك السوم الزوال هو كان تسوي ماشي من لا غالب مثلا يوسف ولا انفورتاسيون. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.